كيف سنعلم على قدوم المهدي المنتظر؟ هل هو بوسائل الإعلام؟ هون الأخ بيسأل كيف راح نعرف ونستدل على ظهور وخروج المهدي؟ المهدي في له بيعتين معروفة، حتى يعني في بعض الناس بيعتقد انه في له ثلاث بيعات، مش بيعتين، ثلاث بيعات، يعني في ناس تتكلم عن بيعة الجن التي ستسبق بيعة الإنس. احنا اخواني ما بنتكلم في العالم الآخر، شو بنتكلم في العالم تبعنا، يعني بغض النظر في ناس بتعتقد سواء صحيح كان صحيح ولا لا، ولكن بنترك هاي البيعة، شو بنتكلم في البيعتين اللي احنا بنعرفهم. البيعة الأولانية هي بيعة الخاصة أو الخواص، نسميها بيعة العلماء. بيعة العلماء راح يكون من ضمنها سبعة علماء، دائما والله سبحانه وتعالى أعلم، راح يكون معهم 313 شخص. العلماء السبعة راح يستدلوا على المهدي. كيف؟ هاي بتدابير ربانية، ولكن كل واحد منهم والله أعلم راح يكون عنده جزء من الأحجية، وحلها سيكون باجتماعهم. وذكر إخواني أن اجتماعهم هذول العلماء السبعة هم من أقطار شتى، واجتمعوا على غير ميعاد، وكونهم من أقطار شتى واجتمعوا على غير ميعاد لا ينفي عدم تواصلهم، لا ينفي عدم تواصلهم، يعني ممكن هم بيعرفوا بعضهم وبتواصلوا وبيحكوا وبتشاوروا، وإحنا تكلمنا على ضرورة تواصلهم وعلى ضرورة اجتماعهم وانطلاقهم من المسجد الأقصى. هذا أمر ضروري حتى إنه الله سبحانه وتعالى يبارك في مسعاه، فهذا لا يتنافى مع هذا الشيء الآخر. هلأ 313 هدول راح يكونوا أتباع العلماء، أتباع العلماء يعني راح يكون في حظ لمجموعة من الناس اللي اتبعوا العلماء الصح. لازم تسألني كيف أنا بدي أعرف العالم الصح؟ شو منقول؟ منقول هون بتيجي مسؤوليتك أنت، يعني أنت لازم تجتهد، تجتهد انك انت تدور على العالم التقي النقي، ليس من علماء السلاطين، لا يتقاضى اجر على عمل، عمله لوجه الله سبحانه وتعالى، وتشعر في الاخلاص في هذا العمل، وايضا عنده علم كافي في امور اخر الزمن. اذا استمعت هذه الامور واتبعت، نقول اول شيء اتباعه لهذا العالم لازم تكون اول شيء نيتك مش من اجل الوصول للمهدي ومبعث مهدي، هذه نية بتيجي رقم اثنين، ولكن النية الاولى شو بدها تكون؟ الحصول على علوم تقربك من الله سبحانه وتعالى، هذه النية الاولانية. لانه تكلمنا ونعيد ونذكر الاخرة اهم من الدنيا، وما يقربك من الله ويعليك ويعلي درجاتك في الجنة أهم من كل الأمور التي قد تحدث في هذه الدنيا. فإذا كان هذا العالم، إذا أنت وجدت هذا العالم تلتزمه، عشان شو تسوي؟ عشان تتعلم منه يقربك من الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت التزمته وكان هذا العالم بالمواصفات اللي تكلمنا عنها، لربما أنك تكون من أصحابه اللي راح يقول لك تعال مثلا نخرج، احنا بدنا نخرج ندور على المهدي. اللي راح يكون نصيبهم مع العلماء يعني هم بعدة معركة بدر 313 ويقال 314 انسان، هذا العدد القليل. فالتزامك بالعلماء ممكن يعطيك هاي الامكانية، يعطيك هاي الفرصة. هلا هاي البيعة الخاصة، بعدين بعد هذه البيعة الخاصة إخواننا بنعرف إنه سيخرج جيش جرار حتى إنه هو يقتل أو يحارب المهدي، وإنه الله سبحانه وتعالى سيخسف في الأرض. الخسف في الأرض بالجيش الذي سيخرج للمهدي شو بنسميها؟ العلامة الفارقة، خلص علامة للعامة للعوام لكل الناس. بهاي المرحلة شو منقول؟ إذا أنت شاهدت هاي العلامة، الرسول صلى الله عليه وسلم شو بقول لك؟ ائتوه ولو حبوا على الثلج، ولو حبوا على الثلج، يعني فين كنت موجود؟ في المغرب، تونس، بالجزائر، بالمغرب، بالعراق، بسوريا، باليمن، فين ما كنت موجود؟ في أمريكا، في ألمانيا، بأي دولة، بدك تجتهد إنك تترك كل اللي بين إيديك، فين تتوجه؟
توجه لبيعه المهدي وتناصره وتآزره وتساعده وتنضم له. هذا بنسميها البيعه العامه. فالعلامه للعامه على صحه المهدي شو هي؟ هي الخسف في الجزء. هون اخواني في بعض الاسئله يعني للناس اللي تحتار، شو بقول لك؟ بقول لك يعني في كثير ناس بيتكلموا عن نفسهم بقول لك انا المهدي، واحنا وصلنا لمرحله بطلنا نعرف، فلان بيجيب لي ادله انه هو المهدي، وفي شخص ثاني بيجيب لي ادله انه هو المهدي، طب انا على مين ارد؟ الاثنين في عندهم ادله. تكلمنا وقلنا انه الادله اللي موجوده لا تكفي، شو بدنا؟ بدنا السبعه العلماء اللي بتدل عليه. ولكن اذا انت احترت، اذا انت احترت اجل بيعتك للتنين لإمتان؟ لحد ما يصير الخسف. بهاي الحالة انت بتعرف مين هو المهدي. فاذا ما كانش في عندك قدرة انك انت تتبع المهدي وتعرف المهدي، تؤجل هاي البيعة. وكمان نصيحة، اذا انت اضطريت او حبيت او انت بدك تبايع شخص بتعتقد انه هو المهدي، خلي بيعتك مشروطة انه هذا اللي بدك تبيعه يكون المهدي اللي راح يجيله جيش الخسف. عشان اذا اجى جيش الخسف لشخص تاني، شو يكون في عندك؟ يكون في عندك سبب اسحل حالك من البيعة اللي انت بايعت فيها. فخلي بيعتك مشروطة بالشرط الكبير اللي هو جيش الخسف اللي راح يجي للمهدي. بهاي الحالة بيكون في عندك وسيلة للخلاص، ولا انك انت تحل حالك من هذا الوعد او من هذه البيعة. طيب شوف اذا في اسئلة. هل يتزامن ظهور المهدي مع يأجوج ومأجوج؟ هل في الاخ ابو امينة بسأل هل سيتزامن ظهور المهدي مع يأجوج ومأجوج؟ يعني قلنا يعني احنا بنعرف نهاية الوعد الحق هي ظهور يأجوج ومأجوج، يعني آخر علامات الوعد الحق هي يأجوج ومأجوج. الوعد الحق مجموعة من الأمور، الوعد الحق ببداها وأهم علامتها المهدي. الوعد الحق داخل الوعد الحق في عنا دعوار الدجال، في عنا الطارق، وفي عنا سيدنا عيسى، وفي عنا زوال دولة بني إسرائيل، في عنا يأجوج ومأجوج. كل هدول، في عنا سيدنا عيسى، تكلم قلنا سيدنا عيسى، نزول سيدنا عيسى، كل هدول جزء من الوعد الحق اخواني، كل هدول من الوعد الحق. هلا يأجوج ومأجوج اخر العلامات، اخر علامات، وسيقوم سيدنا عيسى اللي هو جزء من العلامات، يعني سيدنا عيسى سيأتي قبل يأجوج ومأجوج. يعني في عنا المهدي اولا، بعدين مين بيظهر؟ العور الدجال. بعد العور الدجال مين بيظهر؟ سيدنا عيسى. بعد ظهور سيدنا عيسى بيجي نهاية دولة إسرائيل أو بني إسرائيل، وبعديها تفتح أو يفتح ردم يأجوج ومأجوج. هلا يفتح ردم يأجوج ومأجوج في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيقوم سيدنا عيسى بتحريز المسلمين إلى جبل الطور حماية من يأجوج ومأجوج، وسيرسل الله سبحانه وتعالى مطر أو شيء من السماء، سيكون نهاية يأجوج ومأجوج. فيأجوج ومأجوج ستتزامن مع سيدنا عيسى، ولكن لا يوجد شيء يشير إلى أنه يأجوج ومأجوج ستأتي في زمن سيدنا، في زمن المهدي نفسه. يعني الأرجع أنه المهدي يموت أو يقتل، وبعدها بيجي القحطاني، وبعدين بيجي يأجوج ومأجوج في زمن سيدنا عيسى، ويحرز سيدنا عيسى المسلمين من يأجوج ومأجوج في جبل الطور. ودائما نقول الله سبحانه وتعالى أعلم.